تعالوا نتكلم عن موضوع الميلانين. دي طبقة من طبقات الجلد، مش هندخل في أي تفصيلات دي، أنا بس حبيت أوضح لكم إيه الموضوع بالظبط. في جزء أساسي جدا اسمه البيزل لير، يعني الطبقة الأساسية في الجلد من تحت. في خلايا منها بتاعت اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت دي بتطلع الصبغة اللي اسمها الميلانين. وكلنا عندنا هذه الصبغة بدرجات مختلفة. وده اللي بيسبب الألوان المختلفة للبشر. فاحنا كلنا بشر حاجة واحدة، لكن دي مجموعات بشرية، مفيش أجناس، احنا جنس واحد. ده بالعلم، احنا جنس واحد الجنس البشري. لكن في مجموعات بشرية مختلفة تبع كمية الميلانين اللي موجودة في جسمنا. هنعمل دراسة سريعة جدا ومبسطة جدا لكنها حقيقية، يعني الأساسيات مظبوطة جدا. لكن ازاي الميلانين ده بينتقل بجينات كتيرة وبقضايا ضخمة مستعدين نتكلم فيها، لكن أنا هتكلم على الأساسيات بس. فهنرمز للحروف اللي بتطلع الميلانين بA وB. لما تكون الA كبيرة والبي كبيرة يطلع ميلانين كتير. لما تكون الA صغيرة والبي صغيرة يطلع ميلانين قليل. أوكي؟ تعالوا نطبق الكلام ده. فلو عندي الـ A والـ B دول A A و B B يعني بالكبير هيبقى اللون غامق. لو عندي A كبيرة و A صغيرة و B كبيرة و B صغيرة هيبقى اللون براون متوسط. لو عندي الـ A الـ A صغيرة والـ A صغيرة والـ B صغيرة والـ B صغيرة هيبقى اللون فاتح جدا. أوكي؟ دي إحنا بنستخدم الحروف دي علشان تبين الشفرات الوراثية. واحنا بناخد نص المعلومات الوراثيه من الاب ونص المعلومات الوراثيه من الام ويتحدوا مع بعض ويعملوا الجنين اللي تركيبته مختلفه عن الاب والام، لكن هي مجموع الاثنين مع بعض بطريقه عظيمه جدا. تعالوا نحط ده في جدول هنبسطه جدا، الامور سهله مش معقده بالمره. لو خدنا الاي بي والاي بي وحطينا اي بي كبيره واي بي كبيره هيطلع عندنا الطفل AA و AA بي بي كبار فيبقى اللون غامق. لو رحنا لنهاية الجدول في الناحية الثانية هنلاقي الـ A صغيرة والـ A صغيرة والـ B صغيرة والـ B صغيرة هيبقى اللون فاتح، وفي الوسط في درجات مختلفة للون زي ما احنا شايفين. تعالوا نسأل بقى السؤال المهم قوي، آدم وحواء كان لونهم إيه؟ لأن احنا في الكتب وفي الرسومات وفي المتاحف وكده بنرسم آدم وحواء على أساس إن لونهم فاتح، لكن الحقيقة مش ده اللي بيعبر عن الحقيقة. ليه بقى؟ لأن لو آدم وحواء لونهم فاتح قوي، اللون الأبيض اللي احنا بنقول عليه أبيض، ما فيش أبيض زي ما قلت في الأول، يبقى التركيب الوراثي اللي جواهم عبارة عن A صغيرة و A صغيرة و B صغيرة و B صغيرة، ده في آدم. وحواء برضه هتبقى A صغيرة و A صغيرة و B صغيرة و B صغيرة. تمام؟ فكل الأجيال اللي هتطلع منهم، إحنا بناخد النص من الأب والنص من الأم. كل الأجيال اللي هتطلع منهم هتطلع A صغيرة و A صغيرة و B صغيرة و B صغيرة طول الوقت. ليه؟ لأن ما عندهمش الـ A الكبيرة وما عندهمش الـ B الكبيرة. ده لو كان لونهم أبيض قوي أو فاتح بمعنى أصح. تعال نشوف لو إني لونهم غامق قوي. لو كل اللي عندهم احنا عندنا الجينات ده اسمه جينوتايب، ده بيتحكم في الفينوتايب اللي هو الشكل الخارجي بتاعنا. لو انه هم غامقين قوي يبقى كل اللي عندهم الاي الكبيره والاي الكبيره والبي الكبيره والبي الكبيره، ده في ادم، وفي حواء هتبقى الاي الكبيره والاي الكبيره والبي الكبيره والبي الكبيره. كل الاجيال اللي هيطلعوها لازم تبقى الاي الكبيره والبي الكبيره ومفيش حد يبقى لونه وسطي بالمره. فادم وحواء لا كانوا في اللون الفاتح قوي ولا كانوا في اللون الغامق قوي، هما في اللون الوسطي. ليه بقى اللون الوسطي؟ اللون الوسطي ده هيبقى تشكيلته عباره عن ايه؟ عباره عن A كبيره وبي وA صغيره وبي كبيره وبي صغيره، ده في ادم. وفي حواء A كبيره وA صغيره، بي كبيره وبي صغيره. فيبقى عندهم القدرة إنهم يطلعوا ألوان مختلفة أو درجات من اللون مختلفة. علشان كده
احنا زي ما بقول باخد نص المعلومات من الاب ونص المعلومات من الام. فبكده ممكن تيجي الايه الكبيره من ادم والايه الكبيره من حواء والبي الكبيره من ادم والبي الكبيره من حواء، فيطلع لي اللون الغامق قوي اللي هو اي اي بي بي. ممكن التشكيلات بقى تختلف، مثلا في الناحيه دي هنلاقي الايه الصغيره جت من ادم، اي صغيره جت من حواء، بي كبيره جت من حواء، وبي صغيره جت من ادم، فاللون بقى فاتح شويه. فشفتوا ازاي ان لما نفهم الجينات نقدر نفهم ليه في درجات مختلفه من اللون، لكن كلنا بني ادمين، كلنا فصيله واحده، كلنا جنس واحد، زي ما الكتاب المقدس بيقول وزي ما العلم التشغيلي بيقول، زي ما علم الجينات بيقول بالظبط زي كده. عشان كده ادم وحواء بنعتقد ان هما كان لونهم وسطي، يعني لا غامق قوي ولا فاتح قوي، عشان كده يبقى التشكيله الجينيه بتاعتهم، احنا طبعا مبسطين قوي لان في اكتر من 13 جين بيشتغلوا في الكلام ده، التشكيله الجينيه بتاعتهم تبقى ايه الكبيره والايه الصغيره، البي الكبيره والبي الصغيره، وبعدين برضو ايه كبيره وايه صغيره، بي كبيره وبي صغيره، فدول يقدروا يطلعوا الاشكال دي. واخدين بالكم؟ ايوه ممكن الايه الكبيره من ادم والايه الكبيره من حواء يجوا هنا، بعدين البي الكبيره من ادم والبي الكبيره من حواء يجوا هنا برضو، فيطلع الجيل ده غامق. ممكن يجي الايه الصغيره من ادم والايه الصغيره من حواء والبي الصغيره من ادم والبي الصغيره من حواء، فيطلع اللون فاتح قوي. وطبعا اي درجات بين الاثنين التو اكستريمز دول. تمام؟